ورثة الأنبياء، لأن هذه الأمة لا نبي فيها بعد خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: بعض أخواني يسهرون بالليل وينامون بالنهار، وهم لا يصلون إلا إذا قاموا ويجمعون أكثر من صلاة، وقد نصحتهم ولم يستجيبوا، وأنا الآن هاجرهم ولا أكلمهم ولا أسلم عليهم، وهم يسلمون علي وأنا لا أرد عليهم، فهل يحق لي ذلك وهل فعلي صحيح؟ أول شيء، هؤلاء لا تسكن معهم، إذا كنت تقدر على الانعزال عنهم والسكنة وحدك فأبعد عنهم. أما مسألة السلام عليهم فكما ذكرنا، إذا كان السلام عليهم تأثير عليهم بالتوبة وقبول النصيحة سلم عليهم، أما إذا كان أنهم مستمرين ولا يقبلون النصيحة وكان في ترك السلام عليهم زجر لهم يتوبون، فهذا من وسائل العلاج لهم. وقد هجر النبي صلى الله عليه وسلم الثلاثة الذين خلفوا، تخلفوا عن غزوة تبوك من غير عذر، هجرهم النبي صلى الله عليه وسلم 50 ليلة حتى تاب الله عليهم. نعم.